بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. لا يزال الحديث حول أواخر هذا النظم للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، والذي ذكر فيه جملة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الخلفاء الراشدين لفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولمكانتهم في الدين. والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالث الخلفاء عند أهل السنة والجماعة هو عثمان ابن عفان ذو النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الحلم والحياء، وهو بحر العلوم، وهو الذي جمع القرآن وجمع الناس على مصحف واحد، وكانت تستحي منه الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهذا في الصحيح. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أنفق وجهز جيش العسرة، وهو رضي الله عنه وأرضاه في عمله وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان مثالا للصحابي المؤمن المجاهد المنفق المطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بيعة الرضوان بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ هنا يشير إلى ما اتهم به الثوار الذين خرجوا عليه، وأنه لم يحضر بيعة الرضوان، قالوا من اتهموه به أنه لم يحضر بيعة الرضوان، مع أن بيعة الرضوان بسببه، لأنه لما ذهب إلى مكة وأشيع أنه قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان على الموت، وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب يده بيد الأخرى وقال: هذه لعثمان. فكيف والعياذ بالله يتهمه هؤلاء الفجرة الفسقة بما هو من أعظم فضائله رضي الله عنه وأرضاه؟ كيف ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ جعل الخلافة في الستة شورى بينهم، وبعد مشاورة لأيام كان الاتفاق على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فبايعه عبد الرحمن بن عوف، وبايعه علي بن أبي طالب، وبايعه المسلمون، وأجمعوا على بيعته ولم يخالف فيه أحد، فثبتت خلافته بذلك بعد هذه الشورى، فنثبت له رضي الله عنه وأرضاه الخلافة. وفضائله وجهاده معلوم. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق، وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكاني، هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما.
فاطمة رضي الله عنها وإمامة علي رضي الله عنه وأرضاه كانت بعد استشهاد عثمان بن عفان ومبايعة المسلمين له، فثبتت خلافته ولم يكن أحد يخالف في أحقيته بالخلافة. انتبهوا لهذه المسألة، لم يكن أحد يخالف في أحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة بعد عثمان. وما جرى في الجمل والصفين وما فعله معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما هو إلا للمطالبة بدم عثمان، ولم يكن أحد منهم يطالب بالخلافة بدل علي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا استقر عند أهل السنة والجماعة أنه الخليفة الرابع، ويربعون به وهم يرتبون هؤلاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا نقول علي هو الرابع في الفضل وفي الخلافة عند أهل السنة والجماعة. علي رضي الله عنه وأرضاه فضائله كثيرة وأعماله عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاءت غزوة تبوك وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لينوب عنه، وتكلم المنافقون، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتذرني مع النساء والصبية؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فهذه المنزلة هي أنه ناب عنه كما ناب هارون عن موسى لما ذهب إلى لقاء ربه. أما النبوة وما هو أعلى من النبوة كما هو عند الرافضة حيث يفضلون الأئمة على الأنبياء، فهذا كله من الكذب الذي استقر في مذهبهم وليس عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة والحسن والحسين هم آل بيته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وفضائلهم وقربهم معروف، لكن لا يقدم علي على أبي بكر وعمر أبدا، لا في الفضل ولا في الخلافة، فضلا عن يزعم أنه هو الخليفة والوصي وأنه الباب وأن عنده العلوم والمعارف وعنده المصحف إلى آخره، فهذه كلها من الدعاوى الباطلة التي دخلت في هذا المذهب وجعلته والعياذ بالله مذهبا غاليا، لأن بعض هذه الأمور من ادعاها فقد كفر. فمن ادعى أن المصحف والقرآن الذي بين أيدينا هناك مصحف غيره وأن فيه نقص أو فيه زيادة فهو كافر مرتد خارج من الملة بإجماع المسلمين. ففضائل آل البيت وما ورد من النصوص نثبته، وعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى نثبته، لكن كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إشارة دقيقة في نظمه: لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وفضائل علي وكونه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقوته وشجاعته وبطولته وفتوحاته ومنها فتح خيبر إلى آخره،
كلها تتلألأ بها أحاديث السير النبوية وأخبار المؤرخين، بل ما جاء في السنن من تفصيل ذلك. ففضائله محفوظة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن هذه الأبيات شيئين من فضائله بعد خلافته، لأن فضائله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، أما بعد أن تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه فله فضيلتان. الأولى منهما أنه قاتل الخوارج الذين خرجوا على علي وعلى الصحابة وكفروهم واستباحوا الدم الحرام، وعلي رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى الخوارج ابن عمه ابن عباس وناظرهم، وفي بعض الروايات أن علي رضي الله عنه أيضا ناظرهم، وبعد المناظرات رجع كثير منهم، لكن بقي منهم بقية سفكوا الدم الحرام فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وأجمع الصحابة على قتالهم وفرح رضي الله عنه وأرضاه بقتالهم، وخاصة حينما رأى العلامة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء رضي الله رحمهم الله تعالى يقولون علي فرح بقتال الخوارج، ولم يكن هناك خلاف بين الصحابة في قتاله، ولكن لم يفرح بما جرى يوم الجمل وصفين، لأنه هذا غير هذا. فهو من فضائله أنه مبيد كل خارج مارق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. فقتاله من فضائله رضي الله عنه وأرضاه، أعني قتال الخوارج. الطائفة الثانية الذين قاتلهم الرافضة الغلاة الذين غلوا فيه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان هناك أناس يتشيعون، لكن كانت هناك فئة اعتقدت الألوهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهؤلاء الغلاة أتى بهم علي رضي الله عنه وقررهم، ولما أصروا حفر لهم أخاديد وأوقد نار وقذفهم فيها، ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في وجوب قتلهم، وابن عباس لم يخالف فيما فعله علي بقتلهم، وإنما خالف في إحراقه، قال لو كان لي من الأمر لقتلتهم ولم أحرقهم، لأنه أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهؤلاء الغلاة ليس بين الصحابة خلاف قتله، وعلي من شدة غضبه عليهم حرقهم، وهذا أيضا من فضائله رضي الله عنه. فماذا سيقول القائلون إذا كان هذا فعل علي في من غلا فيه؟ ماذا سيقول القائلون في هذا الغلو الذي تفوح روائحه في كل مكان في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. قال رحمه الله: فستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. نعم، بعد أن ذكر الأربعة كملهم بالستة العشرة المبشرين الذين جاء بهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ممن نشهد أنهم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وسعيد بن زيد وهو راوي الحديث في الجنة. فهؤلاء العشرة
نشهد أنهم في الجنة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك أيضا يأتي بعد هؤلاء العشرة سائر الصحب، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فنحن نعرف قدر الصحابة وفضلهم، وأن الله مدحهم وأثنى عليهم، فنؤمن بذلك ونصدق. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم ممن ثبتت صحبته، فإن له فضيلة الصحبة التي لا يعادلها فضل. وكل من جاء من بعد الصحابة من الأئمة والحفاظ وغيرهم ينظر في حالهم، إلا الصحابي فإذا ثبتت صحبته لا يسأل عنه، وإذا لقب بصحابي جاوز القنطرة، فهم ثقات عدول لا يتهمون في شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضائلهم عظيمة وإن كانوا على درجات، لأن الرسل كما قلنا أكثر من مرة أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والصحابة أيضا على درجات، أفضلهم الأربعة ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان وهكذا، ثم من أنفق وأسلم قبل الفتح، فهم على درجات، ولكن يجمعهم فضيلة الصحبة. والمؤمن يحبهم جميعا ويرى فضلهم وأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم الذين نقلوا الدين من بعده. والطعن في الصحابة وسبهم أو شتمهم طعن في الدين، لأنهم الواسطة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، فهم الذين جمعوا القرآن أولا وثانيا، وهم الذين بلغوه تلقينا، وهم الذين بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. فمن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام. ولهذا نحذر كل أحد وكل مسلم ومسلمة أن يستمع لمن يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت صحبته. احذروا من طرائق الرافضة والمعتزلة والمتكلمين والمنصرين والمستشرقين والعلمانيين والزنادقة وأذنابهم وإن انتسبوا إلى الإسلام، فإن هؤلاء ديدنهم الطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو غرضهم؟ غرضهم الالتفاف على الإسلام، غرضهم أنه إذا كان أفضل الأمة بعد الأنبياء وهم الصحابة دخل الطعن والسب والشتم والتنقيص فيهم، فغيرهم من الأئمة ممن جاء بعدهم من باب أولى. فعلى المسلمين ألا يفتحوا بابا للطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه سادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. العشرة المبشرين ذكر أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل البيت هم قرابته صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك
دخولا أولية أزواجه، كما قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى في نفس سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أزواجه، ومنهن خديجة أم فاطمة وبقية أولاد الرسول، ومنهم عائشة بنت أبي بكر الصديق، ومنهم أم سلمة وزينب وصفية وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية وسودة وميمونة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء القول الصحيح أنهم داخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة رحمهم الله تعالى يذكرون لآل البيت فضلهم، ويذكرون كما قلنا في مقدمة الدروس حقوقهم الخاصة بهم آل البيت. لكن بالنسبة للفضل والمكانة فإنهم يدخلون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع آل بيت. هذا بالنسبة للمعنى الأول لآل بيت. ثم يأتي المعنى الواسع الذي يذكره كثير من الأئمة، وهو أن آل بيته هم كل آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم كل من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فإننا نقول كما قال الشيخ، الشيخ ذكر الصحابة وذكر آل البيت وعمم الموضوع، وكما قلنا قبل قليل لا شك في تفاوت الصحابة في الفضل، لكن نعرف لآل البيت حقهم، ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم آل بيته، ونعرف أيضا لبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حقوقهم. ومن هنا الشيخ رحمه الله تعالى عقب بعد ذلك فقال: وتابعيه السادة الأخيار. يعني كأنه يشير إلى أن آل البيت هم قرابته وأزواجه ومن كان معه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فكل من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من آله، مع أن هذا القول لا يمنع من الفضل لمن له الفضل. انتبهوا لهذا، لا يمنع الفضل لمن له الفضل، يعني علي والحسن والحسين وفاطمة لهم فضل ولهم قرابة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن فضل ولهن قرابة، أبو بكر وعمر وعثمان لهم فضل ولهم قرابة، وهكذا بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول بعد ذلك: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. أثنى الله عز وجل عليه، على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاء ذكرهم في سورة الفتح في أول السورة وفي آخرها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في سورة الحديد يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأيضا في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من هم؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إن سياق هذه الآيات في قتال الكفار كما هو معلوم. وجاء أيضا في سور أخرى
في سورة الحشر لما ذكر الله للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار، وجاء فضلهم أيضا في سور كثيرة. كذلك أيضا جاء ذكرهم في التوراة والإنجيل، صفاتهم معلومة. هل ورد ذكرهم في التوراة والإنجيل؟ وأين دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك ما جاء في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا أيضا بيان أنهم مذكورون في التوراة ومذكورون في الإنجيل، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مذكور في التوراة أيضا وفي الإنجيل. فهؤلاء هم أهل الفضل، ومن ثم ذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس، سار سير الشمس في الأقطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضلهم وقال: لا تسبوا أصحابي، وقال: لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أصحابه غرضا من بعده. فهذا كله فيه بيان لمنزلة الصحابة رضي الله عنهم، ويكفي أن الله رضي عنهم ورضوا عنه. فإن قال قائل: لا، فيهم من ارتد، فيهم من كان منافقا. لا يذكر، لا يذكر في عداد الصحابة إلا من علم أنه مات على ذلك. انظر إلى الذين دونوا في الصحابة، دونوا لا يذكر إلا اللهم أن يجري ذكره من خلال السيرة النبوية، كعبد الله بن أبي بن سلول، أو فلان الذي ارتد والعياذ بالله، تنصر، ذهب إلى الحبشة وتنصر. ولما جاءت الردة بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم ثبت جملة الصحابة المذكورون، ثبت الصحابة في المدينة وفي مكة وفي الطائف، كما ثبتوا في البحرين في الأحساء عبد القيس. فجملة المهاجرين والأنصار والصحابة ثبتوا، ومن تخلل إسلامه ردة من الوفود التي وفدت بعد ذلك فهؤلاء رجعوا إلى الإسلام. ولهذا تعريف الصحابي يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل حياته ردة. وعلى هذا فنحن نتحدى أحدا يذكر لنا من رواة السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين نقلوا سنته أن يقول: هذا جاء في البخاري ولا في المسند، وهذا الرجل أنا أثبت أنه مرتد ومات على الردة، أو أثبت أنه منافق ومات على النفاق. ولهذا الأمر واضح مثل الشمس في رابعة النهار، كما قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء هم الصحابة المهاجرون الأنصار أهل بدر أهل بيعة الرضوان، جملة الصحابة ممن ورد ذكرهم، عاشوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف الكثير من سيرهم، وماتوا على الإيمان والجهاد والتوحيد ونحو ذلك. فكيف يقول قائل إنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا من أعظم الافتراء على هؤلاء الصحابة الكرام. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، ف
فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب. بعد أن ذكر فضائل الصحابة أعقبه بذكر ما الواجب عما جرى بينهم. جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيء من الخلاف في أواخر زمن عثمان، وأيضا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ يقرر ويقول السكوت عما جرى، ثم بعدين من فعل ما قد قدر. هذه إشارة ولمحة عظيمة أنه مثل هذا الأمر الذي جرى بينهم هو مكتوب ومقدر أن يكون بينهم مثل هذا. فكلهم بدون استثناء مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. كلهم مجتهد مثاب، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وخطأهم يغفره الله عز وجل. أساس موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة هو قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أعظم من يجب أن يكون في قلبك تحقيق لهذه الآية هو أن لا يكون في قلبك غل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جرى بينهم ما جرى. أما إذا نظرنا إلى ما جرى بين الصحابة فإن أفضل من أعطانا تفصيلا جميلا جدا وواضحا شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، أعطاك الخلاصة، خلاصة الخلاصة، وهي مستخلصة مما ذكره في منهاج السنة النبوية وفي غيره في مجموع الفتاوى وغيره. ماذا قال؟ أنا أذكر لكم الخلاصة باختصار. قال: ما ورد عنهم مما جرى، يعني من الروايات والأخبار وغيره، جزء منه مكذوب مفترى، يعني جزء من هذه الروايات لم يقع ولم يصح، وجزء منهم تبعوا له أصل لكن غير فيه وبدل وزيد ونقص. نعم القصة صحيحة، التحكيم وقع، لكن قصة التحكيم غير فيها وبدل وزيد فيها ونقص. هذان قسمان، وقسم وقع فعلا لكن هم فيه مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجر ومن أخطأ فله أجر واحد. ولأننا لا نعتقد العصمة فيهم فإنه قد يذنب الواحد منهم، ولكن نقول قد يكون قد تاب منه وهم أولى الناس بالتوبة، ونقول ثانية لهم من الحسنات ما يغمر مثل هذه السيئة. لأن فضائلهم وحسناتهم وتاريخهم إذا قورن بمثل هذا لا يقارن. وعلى هذا فما جرى من هذه الروايات ونحوها تأخذها دائما بهذا الميزان، إما يكون كذب أو غير وبدل أو يكون له حقيقة هو مجتهد فيه، ثم إذا كان مذنب ماشي هذا فهو أولى الناس بالتوبة بأن تغمره حسناته، بأن يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون ممن يغفر الله عز وجل لهم لما لهم من الفضل والعلم والجهاد.
ومن هنا يا أيها الإخوة، لما تأتي لتقارن بين أي واحد من هؤلاء وتأتي لتقارنه بمن بعده، والله لا مقارنة. يعني معاوية مثلا، معاوية بن سفيان الذي ناله الأذى من الروافض والزنادقة وغيره والشتم والسب، أمير المؤمنين، أعظم ملوك المسلمين، كاتب الوحي، خال المؤمنين، قارنه بغيره. نعم، لما نقول أبو بكر وعمر وعثمان لا شك أنهم أفضل، لا شك في ذلك، لكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كاتب الوحي، الصحابي الجليل، الإمام العدل، نعم اجتهد وقد يكون أخطأ، لكن لا يجوز لأحد أن يقارنه بمن بعده، حتى ولا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على عدله وفضله وحلمه وحب الناس له، لا مقارنة. فلا يجوز لأحد أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي له السكوت عما جرى، وألا يخوض في ذلك، وألا يستمع إلى الكتب والمطولات وغيرها التي تعرض ما جرى، لأن هذا يمرض القلب، وإنما يقتصر الإنسان على شيء مما ذكره المحققون، ثم يحمي لسانه عن أن يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل وهو السلام. وهي التي قال فيها بعض السلف: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا. لكن لا بد من إحضار منزلة الصحبة، وأن هؤلاء الذين جاهدوا مع رسول الله وآمنوا معه وكانوا معه والتقوا معه وأيضا سمعوا منه وبلغوا الرسالة وبلغوا الدين وبلغوا السنة، هؤلاء الأئمة المجاهدون، إذا كان قد تحقق في أمر اجتهدوا فيه فأخطأوا، فهم والله أولى الناس بأن يكونوا في اجتهادهم على أجر، وإن تحقق من أحدهم ذنب فهم أولى الناس بأن يكونوا مما يغفر لهم إن شاء الله. أخطر فما في الحديث في مثل هذه الأمور ألا تكون منصفة وأن تقف مع صف مع صف. المشكلة لما يأتي إنسان ويقول الحق مع فلان، إذن كل من عدا فهو مبطل ضال إلى آخره، كما يجري في هذه الأيام. لما يرتفع الإنصاف والعدل والعلم، انظر كيف يقال الكلام جزاف بلا دليل، وهذا والله سيكون له أثره في مجتمعات المسلمين، أثره الخطير في مجتمعات المسلمين. إذا فقد العلم أن يتكلم بعلم، وفقد الحق والعدل، الحق بأن يقال هذا فعل هذا قال هذا، والعدل بأن يكون هناك إنصاف، فقل على المجتمعات الإسلامية السلام. ولا يستقيم الأمر إلا بعلم وعدل وإنصاف، سواء كان في مناقشات علمية وردود على قوم، سواء كان في مواقف فكرية مواقف سياسية، إن خلت من العلم والعدل والإنصاف انحرف وجاء الإجحاف، انحرف الإنسان وجاءه الإجحاف. والمثال ما جرى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
من لم ينظر بهذه النظرة المنصفة انحرى. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. إلى مسألة وهي مسألة شروط صحة العمل، وأساس ذلك التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم العمل لا يصح إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص وهو أساس الدين وأساس التوحيد، وتحدث عنه الشيخ وذكر قضايا التوحيد والإيمان وما يضاده من الشرك ونحو ذلك، وهذا أساس لكل عمل. الثاني المتابعة، وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوافق عمله ما جاء في الكتاب والسنة. شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أساس عظيم، لأن أي عمل يعمله الإنسان يريد به وجه الله وقد يكون خالصا، إذا لم يكن هذا العمل مدللا عليه من الكتاب والسنة فإنه يرد في وجه صاحبه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واتباع الكتاب والسنة أصل، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يكون العمل صالحا إلا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففي ختام هذا النظم الطيب المبارك تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن شروط قبول العمل: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق للشرع، موافق الشرع الذي ارتضاه. وذكرنا شرطي العمل وهو الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يدخل فيهما ثلاثة أمور: أحدهما أن الإخلاص يجب أن يصحب أعمال الإنسان كلها من أولها إلى آخرها، وتحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى من أعظم ما يؤثر في العمل، لأن أي عمل لابد فيه من إخلاص وصدق وصبر. إخلاص في أوله ومنطلقه وفي أثنائه ومنتهى، وصدق في أثنائه بأن تؤديه بصدق، فتصلي بصدق وتصوم بصدق وتجاهد بصدق وتعلم بصدق، وكذلك أيضا تبر والديك بصدق. العمل والطاعة يحتاج إلى صدق، والصدق يكون في القلب ويكون باللسان كما هو معلوم، ويكون أيضا بالعمل. ثم الصبر على ذلك، فلا بد من الصبر في بداية العمل ومنتهى. الإخلاص يحتاج إلى صبر
من منطلق العمل إلى أن ينتهي. والصدق يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، فهذه لا بد منها في سير الإنسان في كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك طلب الإنسان للعلم. الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي نحب أن نعلق عليها، وهو أن متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقتضاها وأساسها البعد عن الإحداث في الدين، والرد على كل صاحب بدعة يبتدع فيها دين الله عز وجل. ولما أصل العلماء لمسألة البدعة بنوها على هذين الأمرين: إكمال الدين فلا حاجة إلى زيادة، وضرورة اتباع الكتاب والسنة، لأنه لا صحة لعمل إلا بأن يوافقهما. فالذين ابتدعوا في دين الله عز وجل سواء في المقالات أو في الجوانب العملية أو في الآراء أو حتى فيما يبتدع مما أمره شديد مثل التشريعات والأحكام والقوانين التي تؤخذ من الشرق والغرب، كل هذه مصادمة لهذا الأصل. كل واحد منها يصادم كمال الدين، كأنه يقول الشريعة لا تكفي، وهذا يصرح به العلمانيون، يقول الشريعة تصلح للزمن الماضي لا تكفي الآن، لا تتواكب كذا، لا تتواكب مع العصر الحاضر. أو أنه يتهم الكتاب والسنة بأنهما غير كافيين، فهو يخالفهما ويناقضهما بما يأتي من أحكام تعارضهما. ثم هو أولا وأخيرا إنما يعارض ما هو معلوم من دين الإسلام في أنه شريعة وعقيدة شاملة لمناحي الحياة من أولها إلى آخرها. فالذين ابتدعوا في دين الله عز وجل سواء كان فيما يتعلق بالأحكام والقوانين أو ما يتعلق بالسياسات وإدارات البلاد وغيرها، ولا نعني بذلك الأنظمة الإدارية، وإنما نتكلم بما هو أعظم من ذلك وهو المصدرية الدستورية. فإدارات البلاد وحكمها يجب أن يكون أساس الحكم فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأحكام تستنبط منهما، وأن كل حكم أو نظام أو قانون يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وملغي. يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالعبادات والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، فإن الطرق الصوفية بابتداعها وانحرافها كأنها تستدرك على الكتاب والسنة، تستدرك على رسول الله. الدين غير كامل فهي تكمله بأحزابها وأورادها وغير ذلك مما تزعم أنها تتقرب به إلى الله عز وجل. فهذان الشرطان الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ينقضان البدع. الأمر الثالث مما دل عليه هذان الأمران هو ما يجب أن يكون عليه المؤمن من التعظيم للنصوص والبعد عن القول على الله بغير علم. لا يجوز لأحد، كما أخبر الله عن المحرمات ختمها بأعظمها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فلا تنسب إلى دين الله ما ليس منه، ولا تقل على الله ما لا تعلم، فيجب الانضباط في ذلك. وأساس ما أراده الشيخ حافظ رحمه الله تعالى هو أن التزام السنة والسير عليها ينقض البدع وكل ما فيها، ولهذا ختم هذه الأبيات بقوله: وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير مين،
أي كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه، سواء في جملة الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا دين اليهود ولا النصارى ولا البوذيين ولا الكنفوشيين ولا الفلسفات الغربية ولا الرأسمالية ولا الشيوعية ولا القومية ولا كل ما خالف الدين بأصوله فهو مرفوض، لأنه لا دين حق إلا الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا في الجملة. وعلى التفصيل، فكل مسألة أو قول أو فعل أو حكم أو غير ذلك خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله من أحدث في أمرنا هذا إشارة إلى الكمال، ديننا هذا المكمل الذي لا يحتاج إلى إكمال، والمحفوظ فلا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان، من أحدث فيه فهو مردود على صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجبا، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام وحدس العقل. بعد أن ذكر البدع ذكر مسائل الخلاف بين العلماء، وهذا الخلاف عام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن تنازعتم في شيء، من أنتم؟ كلكم، الحكام والمحكومون، العلماء وغيرهم، العلماء فيما بينهم، كل نزاع بينهم فيجب رده إلى الله والرسول. قال العلماء: يرد إلى الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أي إلى كتابه، لأنه في زمنه كان ينزل الوحي وقد ينسخ الحكم ونحو ذلك. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الرد إلى الله أي إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته. فكل ما وقع فيه الخلاف بين العلماء مما يقع فيه الاجتهاد ونحو ذلك، فقواعد الخلاف والاختلاف معلومة، تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن أساسها أن مرد الاختلاف إلى الكتاب وإلى السنة، كما في نص هذه الآية: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا ما أجمع عليه أئمة العلماء وفقهاؤهم، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، كل واحد منهم أثر عنه أنه قال: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا بقول رسول الله. وقال بعضهم: أحيانا اضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا منهم اتفاق وإجماع على هذا الأصل. وعلى هذا فإذا وقع الخلاف فيجب رده إلى الكتاب وإلى السنة. هل يجوز إحداث قواعد عقلية يرتجع إليها مخالفة لأصول الكتاب والسنة؟ نقول: لا، لا يرجع لا إلى عقل ولا إلى حدث ولا إلى ذوق ولا إلى كشف، فلسنا بحاجة إلى عقول المتفلسفة ولا إلى أفهام المتكلمين ولا إلى كشوفات وأذواق الصوفية ولا إلى غيرهم، يكفينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإليهما يكون التحاكم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
ونهى الله عز وجل أعظم النهي عن التحاكم إلى غير شريعة الله، إلى الرجال أو إلى الأهواء أو إلى السياسات أو إلى قواعد الكفار المنحرفة، لا يجوز التحاكم إليها ولا المصير إليه، وإنما يجب التحاكم إلى الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقال في أواخر سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعلى هذا فإذا وقع الخلاف بين العلماء فهذا الخلاف له أسبابه، وقد فصل العلماء الحديث في ذلك. لماذا اختلف العلماء؟ اقرأوا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، واقرأوا الكتب التي ألفت في أسباب الاختلاف بين المسلمين، تعطيك أسباب الخلاف. لكن هل الخلاف بمجرده غاية يجب أن يكون أصلا؟ نقول لا. يبنى على هذا مسألة مهمة جدا، وهي: هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه ليس كل مجتهد مصيبا، وإنما المصيب واحد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. القول بأن كل مجتهد مصيب يضيع الدين، حتى قال بعض العلماء: القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة. ليش أوله سفسطة؟ لأنه لا يعرف الحق مع من، والمتلاعبون بالدين وفي أحكامه وشرعه في الأزمنة المتأخرة عندهم هذه النظرية. فيه قول اختلف العلماء فيه: خذ ما تشاء، يجوز لك أن تأخذ بما تشاء، لا تحجر على الناس، الخلاف عريض. فيه أربعة أقوال. طيب، الخلاف عريض، ووقع الخلاف ومدون في الكتب ونقرأه، وهو موجود منذ مئات السنين، ماذا تقصد؟ يقصد أن يضيع الدين، أن يأخذ كل إنسان بما يهوى. وإذا تتبع الإنسان شهواته وأهواءه وزلات العلماء وشواذ أقوالهم تزندق، لأنه لا يبقى معهم من الدين شيء. وهذا معنى قول أوله سفسطة، لأنه لا تعرف الحقيقة، ما هو الحق لا يعرف، وآخره زندق لأنه يضيع الدين. ومن هنا دخل الملاحدة والعلمانيون على المسلمين في مثل هذه الطروحات التي ابتلي بها للأسف بعض شباب المسلمين. فينبغي الانتباه إلى هذا. الخلاف موجود، ما في مشكلة، واجتهاد العلماء عظيم، لكن لنعلم أن العلماء إنما يختلفون من خلال دورانهم على دلائل الكتاب والسنة. ما في عالم يبتدع له دينا جديدا، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا أئمة الحديث، ما من أحد منهم إلا وهو في علمه يدور على الكتاب والسنة. وهذا معنى ثبات هذا الدين، لأن الأصول الثوابت والمتغيرات ليست الثوابت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وانتهى الموضوع، وكلنا نؤمن والباقي من المتغيرات تتغير بتغير الزمان والمكان. لا، الدين كله ثابت، بمعنى أنه حتى الحديث الذي اختلف فيه العلماء الحديث ثابت، واختلاف العلماء متغير. وعلى هذا فالشريعة ثابتة والعلماء يدورون من حولها، فإذا ما وجد الخلاف كما قال الشيخ هنا فلا يأخذ الإنسان بما يشاء ولا بما يهوى، وإنما هناك طرائق في الترجيح، طرائق شرعية مؤصلة في الترجيح ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا جاء الحق مستبينا واضحا دل عليه الكتاب والسنة وجب على الإنسان أن يأخذ به وأن يدع ما سواه. قال رحمه الله:
ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. على هذه الخاتمة انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، ويقصد بها الأصول العقدية أصول الدين التي أشرنا إليها، وحمد الله عز وجل على أن وفقه لنظمها كما حمده في ابتدائها. فكان الشيخ رحمه الله تعالى لما أراد أن ينظمها ابتدأها بفاتحة النظم فحمد الله وصلى عليه، ثم بعد ذلك لما انتهى ذكر هذه الخاتمة، لأن بعض المؤلفين يؤلف الكتاب وينتهي منه ثم يبدأ بالمقدمة والخاتمة، كأنه هنا أنه لم يذكر هذه الخاتمة إلا فيما بعد، والدليل على ذلك أنه لم يعدها من ضمن الأبيات يسر 270 فلا تدخل فيها المقدمة ولا الخاتمة. فحمد الله على انتهائه من نظمها هذا النظم المبارك الذي كتب الله له القبول وشرحه في معارج القبول وطبع قديما وانتشر واستفاد منه العلماء، لأنه جمع فيه مادة علمية واسعة عظيمة، فيحمد الله على ذلك. ثم يسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ونحن أيضا معه نسأل الله يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. ثم ختم بالصلاة والسلام أبدا على النبي المصطفى تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم أيضا الصلاة على الصحابة وعلى الآل السادة وعلى الأئمة الأبدال. من هم الأبدال؟ الأبدال في مصطلح الصوفية غير ما ينطق به الأئمة رحمهم الله تعالى. في مصطلح الصوفية أن هناك أقطاب وأغواث في الأرض يسمون الأبدال، هؤلاء بهم يدير الله العالم ويحفظ الله بهم العالم، وهذا ضلال مبين. وسموا بأبدال على معنى أنه إذا مات القطب خلفه قطب آخر، أبدل بقطب آخر. أما الأبدال عند أهل السنة والجماعة والعلماء رحمهم الله تعالى فيقصدون به العلماء الزاهدون العاملون المجددون، كل منهم يجدد من درس مما قبله فيحيي السنة ويميت البدعة. فالصحابة أبدال وأئمة التابعين أبدال وعلماء الإسلام أبدال، لأنه كلما مات منهم قوم جعل الله عز وجل من يخلفهم ليجدد الدين. قال هذه الصلاة والسلام تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد، يعني ما وجد أقلام وكتب الكاتبون، يسأل الله عز وجل أن يدعاه. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثنى، يدعو ويطلب الدعاء. فنحن نقول إن الشيخ أوصانا، أوصى القراء وأوصى التالين وأوصى غيرهم بأن يدعو، ونوصي إخواننا، ونحن نقول اللهم اغفر للشيخ حافظ الحكمي، اللهم أسكنه فسيح جناته، اللهم اغفر له ولوالديه ولذريته وأصلح من بقي من ذريته وأحفاده، واجمعنا وإياه وإخواننا ومشايخنا في جنات النعيم، ونسألك اللهم وإياهم
علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. ثم قال: أبياتها يسر بعد الجمل. حساب الجمل: أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت فخذ ضفغ. 28 يحسبونها بأي شيء؟ من 1 إلى 10. أبجد 1 2 3 4، هوز 5 6 7، حطي حاء وطاء ياء 8 9 10، هي ياء 10، هي يسر يسر. ثم بعد 10 20 30 40 50 60، حطي كلما س. إذن أبجد حط الياء كم رقمها؟ 10، احفظوا 10. بعدها أبجد هوز حطي كلما، الكاف كم تصير؟ 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، كلما سعى فص س كم تصير؟ 60، يسر. إذن ياء 20 وسين كم هي؟ 60. حط 20 مع 10 مع 60. طيب بعدها عندنا إيش؟ حرف الراء، كلما ها سعى فص، سعى قلنا 60، والعين 70، والفاء 80، والصاد 90. بعدين سعى فص قرشت، قاء كم؟ 100، راء 200. لذلك من 1 إلى 10، بعدين 20 30 إلى 100، بعدين 200 ها 300 400، بعدين ها تكمل فيها. فالآن صار الراء كم رقمها؟ ها ها حسابها 200، 10 و60 و200، كم مجموعها؟ 270 بيت. إذا حذفت منها المقدمة وإيش والخاتم، لأن مجموعها 290. تاريخها الغفران فافهم وادعوا لي، يعني متى نظمها؟ عام 1962. الغفران كم رقمها؟ 1. وهكذا لا ندخل في تفاصيله، لو كان في وقت كان حددنا لكم، لكن هي هكذا: أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت فخذ ضضغ. من 1 إلى 28، من الحرف إلى 28 يكون عدها، فإذا أتى بالرمز لها اجمعها فيخرج لك التاريخ. وهذا تجدونه كثيرا في طبعات الكتب القديمة، أغلب الكتب التي طبعت في الكستلية ومطبعة بولاك وغيرها، لما ينتهوا من طباعة الكتاب، وأحيانا يكون ضخما مثل فتح الباري ومثل عمدة القاري ومثل كتب كثيرة جدا حتى في الفقه وغيرها، تجد الطابعين يكلفون من يضع خاتمة نظما ويضع في آخرها تاريخ نسخ الكتاب، متى طبع هذا الكتاب. فهذا هو نظم هذا الشيخ رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس الآن، أرجو ما تجيبون أسئلة عشان ما نطيل على الإخوان، لكن من أراد أن يذهب يذهب، نحن سنجيب على بعض الأسئلة. هذا أعيد السؤال: كيف يرد على من قال هذا قبر النبي داخل الحرم بعد التوسعة؟ نقول: لا يزال القبر في زاوية، لا يزال القبر الحمد لله لا يزال في زاوية، وإن كنا نتمنى أن يكون كما كان سابقا، وهذا لا يمكن أن يكون فيه أي أثر إن شاء الله تعالى، لكن ليس فيه دلالة على ذلك. فإذا كان هناك من أخطأ وربما أدخله فهذا خطأ صاحبه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دفن في بيته وداخل بيته، ودفن معه صاحبه، وهو الذي حذر أمته أشد التحذير من البناء على القبور. من يكفرون بناء على قواعد الشيخ في نواقض الإيمان؟ لا يا أخي، ما هي قواعد الشيخ؟ قواعد العلماء قديما، قواعد السلف، الأئمة قديما وحديثا، كلهم ذكروا هذه القواعد،
والشيخ في نواقض الإسلام ذكر منها 10 وإلا هي في العشرات. فليس كل من يكفر ينسب تكفيره إلى فلان أو علان. الأمر مبني على قاعدتين، إحداهما هل هذا مكفر الكفر الأكبر، يحتاج إلى دليل. إذا انتهينا منها، هل يطبق على هذا المكان أو على هذا الشخص وينزل هذا الحكم عليه، هذه قضية ثانية. ذكر الحكم بغير ما أنزل الله ومظاهرة الكفار ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. ومظاهرة الكفار أيضا لها أحوال، منها ما هو كفر أكبر ومنها ما هو كفر أصغر. من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا ليس قاعدة عامة، ليس كل من لم يكفر الكافر فهو كافر، تطبيقه على كل شيء خطأ جسيم وشائع. الذي قصده العلماء من لم يكفر الكافر المجمع على تكفيره مثل اليهود والنصارى، أما من لم يجمع على تكفيره فلا، هذا يكفر تارك الصلاة كسلا وهذا لا يكفر، هل معنى هذا من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر؟ هذا خطأ. كذلك أيضا أنا قد لا يكون ثبت عندي كفره، أنت ثبت عندك كفره تحمل، لكن أنا عندي ما ثبت كفر هذا، إذن أنا إذا لم أكفره كيف أكون كافر؟ فهذه القاعدة تحتاج إلى تفصيل، وفي أحد دروس شرح النواقض إن كانت موجودة ومسجلة ذكرت شيئا من التفصيل في هذه المسألة. شروط الكنية هل تكون بالأنثى أو الذكر؟ هو يجوز أن تكون بالأنثى وأن تكون بالذكر، وإن كان الأولى والأشهر أن تكون بالذكر يعني بالأولاد الذكور. هذا سؤال كبير، إذا وقع الخلاف في حكم البلاد من يرجع إلى الحاكم حتى ولو كان، هذا كلام ليس لا يمكن الإجابة عنه، لأنه الإجابة عنه يجب أن يأتي أهل الحل والعقد ويختارون من يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما رأيكم في العلاج لدى من يدعي الاستعانة بالجن والشياطين بدعوى أن ابن عثيمين أجاز؟ نقول يا أخي الذي يستعين بالجن والشياطين لا نرى أن يتعالج عنده، لكن إذا كان القارئ ممن تتكلم عنده الجن ويخبرونه، إذا قرأ على المصروع وأخبروا هذا مسحور هذا في كذا، فيأخذ خبرهم كخبر غيرهم، كما يخبر الإنس يخبر الجن، قد يصدق وقد يكذب. لكن إذا كان معروفا بالاستعانة بالجن فنحن نهينا عن ذلك، وقلنا إنه مدخل فتنة، لا يجوز للإنسان أن يستعين بالجن. والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته مع حاجتهم إلى الجن في غزواتهم ومعرفة أعدائهم لم يستخدموهم. لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الخيالة يعرف العدو؟ لماذا ما اتفق مع الجن الذين قرأوا عليه وقال تعالوا أخبروني عن الجن؟ لماذا الصحابة في فتوحاتهم ما أخبروهم عن كسرى وقيصر والروم في جهاده؟ إذن هذا الأمر يفتح فيه باب شر إلى صاحبه. لكن الذي ذكره العلماء أن الجن إذا أعانوك فاستفد من معونته، إن أعانوا في طاعة فهو طاعة مثل إنسان يوقظونه، إن أعانوه في مباح فهو مباح قد يحذرونه أو نحو ذلك، إن أعانوه في معصية فهو معصية. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في الإسراء والمعراج لأرحام أولي أجساده مثلت له أجساده، أما عيسى فرآه على حقيقته لأنه مرفوع، وأما بقية الأنبياء فمثلت له أرواحهم وأجسادهم لأنه وصف أجسادهم وكلمهم وكلموه. وأعجب أمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل وصية أبيه إبراهيم لأمته، وأن موسى عليه الصلاة والسلام نظرا لأخوة الأنبياء فيما بينهم كان سببا بعد الله عز وجل في تخفيف هذه الصلوات، كلم النبي ما فرض عليك ربك، هذا أمر غيبي نؤمن به ونصدق. أما كيف ذلك وكيف حصل ذلك فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هل صحيح قول من يعيد القول المشهور الصحابة كلهم عدول بقوله الصحابة الرواة للأحاديث كلهم عدول؟ لا، الصحابة كلهم عدول،
سواء كرهوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. هل تارك الصلاة بالكلية يعذر بجهل أو نحو ذلك؟ إذا كان في بلد ما على مذهب من المذاهب الفقهية لا يرى فيه لا يرى وأفتاه علماء يثق فيهم أنه لا يكفر فهذا لهم فتواهم، لكن يجب بيان الحق، يجب تحذير الناس، وأن مسألة الصلاة ليست هينة، لأن بعض الناس ظن أنها إن كانت الصلاة تكفر فالأمر هين، وإن كانت لا تكفر تركناها، هذا من اللعب في دين الله عز وجل، مع أن الأدلة صريحة في ذلك. ما رأيكم في تدريس المنطق في مرحلة البكالوريوس؟ لا نرى تدريسه، لكن إذا كان من باب التعليم في بعض المراحل مع ذكر عيب المنطق ونقضه فهذا لا بأس به، إذا ذكر عيبه ونقضه. بين الكفر والشرك لا فرق بينهما، وإنما من الناحية اللغوية أن الشرك أن يجعل مع الله شريكا، والكفر أن يجحد، فبينهما عموم وخصوص، فكل شرك فهو كفر، ليس كل كفر يكون شركا، لكن من الناحية الاصطلاحية المتعلقة بالكفر والخروج من الملة لا فرق بينهما، ولهذا بعض العلماء قال هما مترادفان، وهذا قول له وجهه من الناحية المنهجية العلمية، لكن من ناحية الاصطلاح اللغوي فيما يقال عنه أن هذا شرك أو كفر قد يفرق العلماء بينهما. والله هذا يطلب وصية، أنا حقيقة أوصي نفسي وإخواني بأن نستحضر في حياتنا كلها سرعة الحياة وقرب الآجال، هذا أهم ما يزود الإنسان في رحلته التي لا بد منها إلى الله عز وجل. كثير من الناس ونحن منهم نسأل الله عافينا وإياكم جميعا أصبنا بداء الإلهاء والأمل، الأمل في هذه الحياة، بينما الأمر قريب وقصير، فعلى الإنسان أن يبادر، خاصة مع كثرة الفتن، أن يبادر أمره ووقته وحياته وشبابه وفراغه فيما يرضي الله عز وجل، أن يسعى في ذلك وفيما يزيد في إيمانه وفيما يقويه. ما هي الوسائل المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل؟ والله هذه يعني الذين تكلموا في تدبر القرآن وحفظه ذكروا وسائل كثيرة، وأنا أنصح بالوقوف عندها، لكن أهم شيء في حفظ كتاب الله ويعين عليه الهمة، أن تجعل الحفظ غاية همة لك، ثم أن تختار الأوقات التي تنشط فيها. بعضهم يسأل بعض القضايا المعاصرة، يعني يصعب إطالة الكون. هل بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم تتنافى مع وجودهما أحياء في السماء؟ لا تتنافى أبدا، لا تتنافى أبدا، لأن الله على كل شيء قدير. فهؤلاء بشر، ومنهم من مات في الأرض وهو مدفون فيها، ومع ذلك التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، وجاء في الحديث أن الأنبياء في قبورهم يصلون، فلهم حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنهم أموات، خلافا لمن زعم أنهم أحياء حياة كاملة كما هو حال بعض الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرسول الآن في الأرض وهم في السماء، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم فضل عليهم وصلى بهم وجاوز السبع الطباق، فعيسى هو الذي في السماء، أما بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم في الأرض. بعض الأسئلة تتعلق بالأحوال المعاصرة، ما هو الكتاب للمبتدئ في الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ولمعة الاعتقاد أو الواسطية؟ هذه هي تقريبا المقدمات، كتاب التوحيد
الأصول الثلاثة، وإذا أضاف إليها أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي فهو أيضا جميل جدا. هذا سؤال فقهي رهن العقال، أظن الوقت ما هو يسمح به. ما حكم الصلاة في الجامع خارج الحي مع وجود جامع في الحي؟ لا 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 بأس بذلك، ليس فيه شيء. هل على الشخص ذنب عندما يقول بأنه يحب عليا قبل أبي بكر وعمر وعثمان؟ لا، تقديم علي على أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة. وكذلك أيضا تقديمه على عثمان، لأن من قدمه حتى على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي. من رد على من يقول بنقص أحكام الدين عندما ضيعت بعض الكتب؟ لا، حفظ الله الدين ومنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا والحمد لله ما من مخطوطة حديثية يعثر عليها إلا وتجدها مكملة، مكملة لبعض الروايات، مكملة، لكن ليس فيها شيء ينقض أصلا. يعني ما يجي واحد يقول والله أنا لقيت هذه المخطوطة وفيها روايات تنقض ما في البخاري ولا تنقض ما في مسلم، لا يوجد شيء من هذا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. ما هي قصة هاروت وماروت؟ هذه قصتهم ينظر إليها في تفسير آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما ذكره بعض المفسرين من أن هاروت وماروت هما نجمان وكذا فهو قول مرجوح، والرجوع إلى كتب أئمة التفسير وعلى رأسها تفسير الإمام ابن كثير والمحققين من العلماء الفضلاء يبينون ما في مثل هذه الإسرائيليات من أقوال ضعيفة. ما مذهب الجامية في مسألة إنكار البعث؟ ما عندي فيها قول ماذا يقول، لكن الذي يظهر أنهم ينتسبون إلى الإسلام. ما جاء من مسلم عند مسلم من فناء النار؟ لا، ما في مسلم عند فناء النار، لم يرد عند مسلم. ورد روايات، هذه الروايات حملها العلماء على أنها نار الموحدين هي التي تفنى، أما النار فلا تفنى أبدا. ما أدري، أسأل عن أبو الهذيل العلاف الذي قال تفنى الحركات، ما أدري ماذا قصد. ما تدرج الطالب في حفظ الفنون العقدية؟ حتى المتون التي هي بعضها مطبوعة أيضا تفيدكم جزاكم الله خير في معرفة الفنون كلها ومنها فنون العقدية. هذا سؤال مطول، أنا سأجعله معي لنتكلم عن القواعد المنثورة في الكتاب والسنة وتستخرج أحكام وقواعد، يحتاج إلى تفصيل لعلي أجعلها عندي ونجيب عليها فيما بعد، لأنه يعني كلا سؤال يبدو طويل شوي. هل يعد ما حدث في غزة انتصارا؟ نرجو إن شاء الله أنه انتصار، نسأل الله يعز دينه وأن يكبت أعداء الدين، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يكبت أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين والمنافقين وكل عدو للإسلام والمسلمين، وأن يثبتنا على دينه. ما هو أفضل مختصر لمعارج القبول؟ فيه مختصران، أحدهما للشيخ سعد الموسى وفيه أيضا للشيخ هشام العقدة. وميزة كتاب سعد الموسى وفقه الله أنه حافظ على ذكر الأبيات في مكانها وأيضا على نص عبارات الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. ما كفل رد على من قال الميت ينفع الحي كما نفع موسى محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي كيف تقيس هذا بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بموسى صلى به، بعدين تروح تصلي بالأموات؟ تذكر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء أنا بصلي بالأموات؟ هذا قياس فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم التقى، وهذه من الآيات والمعجزات أن الله سبحانه وتعالى رفع هؤلاء وأن الله سبحانه وتعالى مثل له أجسادهم فكلمهم وكلموه.
فالاحتجاج بأن هذا ينفع هذا ليس فيه دلالة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يأتوا إلى رسول الله في يوم من الأيام في مشاكلهم. كم مر على الصحابة منذ انتقال إلى الرسول الأعلى من أزمات، بدءا من حرب المرتدين وقتال مانع الزكاة ومسائل شرعية. لو كانوا لأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره وسألوا، لكن هذا كله لم يقع. هذا أيضا سؤال عن التحكم، حكم بغير ما أنزل الله، وهذا له تفصيله إن شاء الله تعالى، ونحن ذكرنا هذا في بعض الأحوال. دوران الأرض ما أظن حاجة إلى الكلام حولها. هذا سؤال في الحيض أيضا يحتاج إلى تفصيل، فاسألوا الشيخ لأنه السؤال طويل وفيه تفاصيل، وأظن الوقت ضيق، وستجدون إن شاء الله تعالى من المشايخ المهتمين بهذه المسائل المتشعبة، مسائل الحيض والنفاس والدم والانقطاع وغيره، ما يفيدكم إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق للجميع، ونشكر حقيقة بعد شكر الله عز وجل مكتب الدعوة في المنطقة الشرقية والمكتب التعاوني وإمام هذا الجامع هذا المسجد، وفقهم الله، ونسأل الله يثيبهم على جهودهم وأن يوفقنا وإياهم ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.